يعني مش عاجبك المدرسة اللي بتتجدد وفيها إنشاءات لفصول جديدة عشان تستوعب أطفال. طب يعني العيال بأهليهم يحتاسوا؟ هيودوهم فين؟ طب ما هو كده هيضطروا يودوهم بقى مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي دورين في وسط عمارة. آه في مدارس كده في قلب ميدان الحصري في 6 أكتوبر هنا جنبنا، عمارة تحتها حلواني وسوبر ماركت وبعدين ابتدائي وإعدادي وثانوي. يا سلام، الفسحة فين؟ قصدك البريك؟ في السطوح. طب تمام، نخش نعمل ايه؟ افرض انا مش عايز. بص سيبك منه خالص، انت مش انت مدير المدرسه؟ طب انت بتمشي ليه ما دام انت على الحق؟ خايف من ايه؟ خايف ليه؟ ايوه دي مدرسه مش مدرسه عادي يعني. انت بتدرس فيها اصلا؟ اه. انت في سنه كام؟ ثالثه سنه. طب بس ما بنمتحنش هنا. بنمتحن فين؟ في فرداس. ليه بقى؟ ما سالتش ليه؟ لا يعني العيال تاخد دروسها هنا ولما تيجي تمتحن تروح مدرسه تانيه، عامله زي القريه السياحيه كده اللي ملهاش بحر، فيجيبوا لهم حاجه توديهم قريه تانيه. انت عايزاني اودي العيال مدرسه ما فيهاش بحر؟ لا والاكاده بقى تلاقي الاداره التعليميه عارفين وساكتين. ابتدائي تحويلات من مدرسه لمدرسه، مدرسه في الهرم لمدرسه بس انا رحت سالت مدرسه ما اللي هي في الحصري، قالوا لي ان انا مش تبعها. ما تبع ايه؟ ما هم قالوا لي روحي اداره كرداس. ايوه ما انا مش فاهمه، ما انا ليه ما احنا هنا في اكتوبر؟ لا مشواره يعني ليه بقى؟ انت اول ما قلت مش تبع. ازاي بقى ما هي ما دام هي في اكتوبر؟ هي في اكتوبر. اه انت بتشتغلي في العبور وساكنه في اكتوبر. تمام. ما انت ساكنه في اكتوبر. انا بس عشان لما يعني لما هودي مثلا اختي في مدرسه لازم ابقى مامنه، عارفه يعني المدرسه دي لازم غير مرخصه. بس اقدر انا ما اعرفش بقى اذا كانت مرخصه ولا مش مرخصه. عشان سعرها متناسب معايا وقريب ب 4000. عربي ولا لغات؟ عربي ولغات. لغات اربعه والعربي مثلا؟ اه هي فيها الاثنين. طب ممكن اسال مين يعني ما يفهمني الدنيا؟ تمام. هم اللي بتديك لان هي مدرستهم هم عارفين عنها كل حاجه. تمام شكرا. انا ما اعرفش عنها حاجه. ما انتوا هنا مالكوش علاقه بيها خالص يعني. تمام شكرا. على حاجة عن التحويلات، عايزة تحويل من مدرسة لمدرسة، عايزة أحول أختي المشوارة السنة الجاية لمدرسة أبناء. أو عايزة بقى أحولها من مدرسة لمدرسة، إحنا أصلا في الهرم ولسه معزلين هناك دي، فعايزة أعرف إيه النظام. أنا رحت هناك المدرسة قالوا لي تبع إدارة كرداسة، فأنا جيت يعني أفهم بدل ما اروح لحد كرداسة واجي هي مدرسه انا في اكتوبر، فليه ما مش تبع الاداره هنا؟ دي مدرسه فاكسه وفاتحه كده كشك هنا في اكتوبر. يا حبيبتي تنصحيني ان انا ما اوديهاش؟ طبعا طبعا طبعا. دي ايه؟ دي انت ايه؟ انا اختي عايزه احول لها المفروض السنه الجايه. ثانوي؟ لا هي في اعدادي. عايزه احول لها، هي هتخش ثالثه السنه الجايه. انت اعدادي؟ اه لان احنا لسه معزلين هنا في الحي الرابع، فانا لقيت يعني سعرها مناسب فقلت اسال. بس خدي بالك هي هتبقى كويسه، بس هم مسجلين الطلبه على كرداس وكل شويه بيجي في لغتنا ويصيروا من مقر لمقر، فليه تضحي بحاجه زي كده؟ ما انا عشان كده بقى عايزه افهم يعني يعني انهي الموضوع ده من دماغي بقى؟ احسن ليها ان هي تروح مدرسه ثانيه. هي فاتحه هنا غير قانوني. اه. فبيجوا يقفلوا لها. تمام. كده كده اختك هتمتحن في كرداسه، ايه اللي يوديها بقى تمتحن في كرداسه؟ ما انا هتطلع اي ورق من كرداسه كله بيطلع هنا بيعتمدوا اي اوراق لازم تعملها هناك وتجيبها من هنا. لا يعتمدوها، هم بيمتحنوا العيال هنا وياخدوا النتيجه ياخدوها في كرداسه.
لا 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 بيمتحنوا هناك، هي قالت لي كده هناك في المدرسه. لا اه مش انا امتحن انا ازاي؟ شوف يا ستي، المدرسة اللي مش مرخصة ومش عاجباكي دي وفرت كتير على الأبهات، يعني هيودوا ولادهم فين؟ وبعدين رخيصة، مش أحسن مش يحتطوا بيهم وفي وسط الدنيا؟ أما بقى إنها مرخصة أو لأ، دي حاجات ثانوية مش مهمة طالما العيال بيتعلموا بيتعلموا. جيتي للمفيد، خش على المضمون، شوف العيال عارفين ايه في مناهجهم ولا ايه يا ابلة منى؟ ابلة منى ايه؟ انتوا مديني فرصة؟ غرام وايمان وصلوا لحد فين؟ انتوا موجودين؟ ماشي. غرام وايمان راحوا الاقصر واسوان عشان يعرفوا مستوى التعليم ايه بالظبط وصل هناك، ودي كانت النتيجة. سنة كام؟ خمسة. نفسك تطلعي ايه؟ دكتورة. دكتورة؟ طب قولي لي كم عدد محافظات مصر؟ ست. ثورة 1952 كانت سنة كام؟ 1900. طب ثورة 1919 كانت سنة كام؟ بتروح المدرسه الاول ولا لا؟ لا والله انا اول مره جاي النهارده. بتدخل امتحانات تكتب ايه؟ اي حاجه. بتنجح؟ ها؟ وبتنجح؟ بينجح. ايوه بنجح. بقولي تعرف عدد محافظات مصر؟ لا طبعا ما خدناهاش. كم عدد اضلاع الدايره؟ لا ما اعرفش. خمسه. خمسه. دايره خمسه؟ اذكر لي اسماء اربعه من الصحابه. اذكر ابو بكر و سلم وعائشة وخديجة. تعرف المسجد الأقصى فين؟ لا والله. تعرف تستهجلي كلمة جمهورية؟ لا. 7/8/42 42؟ مينفعش 43؟ يا مينفعش 43؟ 43. قول إعدادي. قول إعدادي. تعرفي مين الرئيس اللي جه بعد الملك فاروق؟ لا والله. ليه؟ حسني مبارك. تعرفي كم عدد محافظات مصر؟ 24. 24. طب وعدد الكواكب؟ ثواني بس ولا سبعة؟ سبعة والله بس هم 8. 8. 8. في واحدة اتلغى. اه بيخرب ده. مفيش مدارس يا ابني. بص بس خلاص. انتوا بتزوغوا ليه طيب؟ يعني بتنطوا من على السور ليه؟ ما تدخلوا من البوابة. بس خلاص خلاص. بيضربوكم؟ ده انتوا داخلين متأخر؟ داخلين متأخر ولا بيضربوك عشان انتوا مزوغين؟ طب مين هو وزير التعليم الصناعي؟ الله أعلم. حلو. في عز كل الجهل ده في عيال شاطرة بتعتمد على نفسها وتعدي. دول اللي بتلاقيهم في الفسحة يروحوا المكتبة، يدخلوا السايبر مش عشان المواقع القبيحة، يدخلوا يفتحوا يعرفوا يتعلموا. كل وقت وله عبقرته. الشاطر شاطر في أي زمن زي الأطفال دول. مشكلة مدرسة ولا مدرستين دي مشكلة شعب. وانت ايه رأيك في التعليم في مصر؟ بتتكلمي في دولة رقم 140 على العالم. التعليم هو يعني مدارس حلوه بس مدارس حكوميه لو تاسست زي زمان ايام انور السادات كان كل مدرسه حكوميه دي كانت برقبه المدرسه الخاصه. هو مين كان معاه فلوس اصلا عشان يدخل مدرسه خاصه؟ الدنمارك. الدنمارك عندهم يعلموا في الكافيهات. عندهم في الدنمارك بيعلموا في كافيهات غرمه. ده بس ايديا ممكن تكون حلوه بس لو ضعفت التعليم. أنا هضطر أتدخل وأفصل بين الدكتورة سامية الحامية ومدام انشراح. ولو إن مدام انشراح ليها تعليق أخير، حاضر هشغل لك الفيديو بتاعك. ردا على الدكتورة سامية آخر الحلقة هنقفل بيه. بس دلوقتي أنا لازم أخد فاصل لأكتر من سبب، منهم إن الاتنين ماسكين في بعض وبيعملوا خناقات بره. ف احنا هنطلع فاصل ولا ايه؟ قولولي.
فاصل.